مش اي كلب ينفع يتقال عليه K9. مش اي مركز تلاقيه كاتب K9. يا جماعه الK9 دي وحده تتبع اثر، الK9 دي وحده الاثر، الK9 دي هي اقوى كلاب في العالم، الK9 دي اقوى تدريب في العالم. كلب بيشتغل بحث، شم، تتبع اثر، تتبع جثث، مساعده اخرين، مساعده ناس مفقودين، زلازل، براقين. الكلاب دي اقوى كلاب في العالم. طب يعني ايه K9؟ هو ده اللي انا عايز اقوله لك في الفيديو النهارده، فما تبخلش عليا باللايك والمتابعه للصفحه وقول تعليق حلو. الK9 هي اختصار لكلمه فرنسيه اسمها كانين. الK9 اول ما نشأت سنه 1942 على ايد الفيلق العسكري او الرجل الحرب الامريكي روبرت باتروس. اول ما نشأ الK9. طيب الK9 دي كلاب زي كلابنا عادي، زي دول عادي. كل كلب من ده ممكن يبقى K9 او يتدرب في مركز يبقى K9، بس الK9 الاساس او التدريب الاساس الصح ده بيبقى للجرو. المراكز دي طبعا بدأت في امريكا، بدأت تشتغل، بدأت تنتشر، ناس كتير بيكتبوا الاسماء، بس الK9 ده هو وحدة اثر او اشد كلاب. طب بيعملوا ايه؟ بيبدأوا ياخدوا الكلب من صغره. انت عندك خلف 4-5 كلاب طبعا بتختار بالنسبه للاهالي، لازم تبقى قويه قوي. بيبدا يشوف يا ترى انا عندي 3 كلاب اهم، الكلب ده لعبي، الكلب ده بيهوى كتير، الكلب ده طول ما هو ماشي بيشم، يبقى اللي بيشم ده لتتبع الاثر، اللي بيهوى كتير هقدر اشغله حراسه، اللي بيعض هقدر اشغله هجوم، المسالم الطيب اللي عايز يمشي جنب صاحبه على طول هقدر اشغله ان هو يخدم معاق، يخدم حد من ذوي الاحتياجات الخاصه، الكلام اللي زي كده. فهي وحده كلاب بوليسيه بتستخدم في البحث، بتستخدم في المخدرات، بتستخدم في مساعده الناس، بتستخدم في المعاقين، بتستخدم في عمليات البحث، بتستخدم في الانقاذ. الناس دي بتتم تدريبها منذ الصغر. طب وقت التدريب، وقت التدريب يا جماعه يقال ان هي 3/4 ساعه تدريب وربع ساعه راحه، 3/4 ساعه تدريب وربع ساعه راحه. ودي طبعا لما يبقى على مدار 8-9 ساعات يعني اكنه موظف عسكري شغال شغل بجد. الكلب بيقف جنبه اسد، بيقف جنبه انتباه، شغل عسكري، ما هواش التدريب بتاعنا خالص ولا ست وداون والجو اللي احنا بنسمعه ده. طبعا الشرطه العسكريه عموما اول ما دخلت الكلاب في مصر كانت ايام الملك فاروق او قبله بشويه، كانت في الثلاثينات 1931، وبداوا ان هم يدخلوا، تعال جنبي ده، يدخلوا اقعد الكلب في الشرطه المصريه، اقعد. جاب نتيجه كويسه قوي، بدات الشرطه المصريه تهتم بالكلاب، والملك فاروق بدا يوسع العمل عند الكلاب وبدا يشتغل. طبعا الكلاب دلوقتي دراع اساسي، سلاح اساسي في الشرطه وفي الجيش المصري. الكلاب المالينو من اقوى كلاب الحراسه في البيت الابيض في امريكا، فما عادش غنى عن الكلاب. الكلاب لها فوائد كتير، بس حسب شخصيتك، حسب ان انت بتستخدمها له. ومن الحاجات اللي بتساعد وبقى لها وظيفه كبيره جدا في اكاديميات الشرطه وفي الجيش المصري. تحياتي لكل متابعيني في مصر وفي الوطن العربي في العالم كله، كله يعمل لايك وما تبخلش عليا بالمتابعه والتعليق بتاعك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.